من 6 شباط إلى الآن تداعياته جدا كانت كبيرة، وكل الناس عندها كثير من الاستفسارات. هو الزلزال من 6 شباط لليوم، يمكن هي الحادثة أو الكارثة الإنسانية مزروعة بذاكرتنا، لكن من واجبنا كإعلام نسلط الضوء على نقاط جدا مهمة، خصوصا أنه ناخذ المعلومة الصحيحة من المختصين. اليوم عم نشوف للآن في بعض تداعيات الهزات البسيطة بالمناطق اللي تعرضت لهي الكارثة الإنسانية. خلينا نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع اختصاصيين. اليوم معنا طارق خالد المعيوف، جيوفيزيائي وجيولوجي استكشاف وتنقيب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا رب. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. بداية يعني كلمة الزلزال كلمة رددناها، سمعناها كثير بتاريخ 6 شباط، هذا اليوم بصراحة ما بينتسى عند الكل. كان في كثير آثار دمار وخراب كثير كبيرة، ويمكن مثل ما ذكرت نور لهلا لسه عم نحس إنه في هزات ارتدادية ممكن خفيفة، ربما يمكن نحن أعصابنا لسه تعبانة، أو ممكن في أمور جديدة. خلينا نوضح مع حضرتك بداية شو سبب حدوث الزلزال. الزلزال بالتعريف هو حركة مفاجئة بالقشرة الأرضية ناتجة عن تحرك الصفائح القارية، سواء حركة تصادمية أو حركة تباعدية أو حركة اندساسية. يسبب هذه الحركة للصفائح تيارات الحملان بالوشاح الأعلى اللي هو فرن نووي، تحصل تفاعلات للمعادن المصورة والصخر بحالته الحارة جدا بتيارات الحملان، تؤدي لتحرك هاي الصفائح بقوة دافعة من الأسفل إلى الأعلى، تؤدي لحركة تصادمية بين صفيحتين أو حركة تباعدية أو حركة اندساسية، انغماس صفيحة تحت أخرى. الزلزال عبارة عن مثل ما حكينا حركة مفاجئة، حركة طبيعية، الأرض حية وتتنفس، والبراكين والزلازل هي تعبير عن هذه الحركة. أكيد. يمكن استضفناك سابقا أستاذ طارق مع بداية يمكن آثار الزلزال، وكان في دائما شائعات حول حدوث زلازل، وبعض مواقع السوشيال ميديا كان إلى أثر سلبي للأسف على الناس، والناس ملنا يمكن متحملة اليوم وجع تاني. لهيك نحن بنركز على الاختصاصيين أصحاب الاختصاص لنأخذ المعلومة الصحيحة. خلينا نحكي اليوم، دائما في أقاويل أنه ممكن يحدث زلزال آخر ممكن يكون بنفس الشدة أو أقوى حول المنطقة العربية أو ارتداده على المنطقة العربية. خلينا نحكي عن منطقتنا اليوم، هل هاي الشيء صحيح أو لا؟ مثل ما قلت ببداية حديثك، هي أساساً ظواهر طبيعية، يعني ما فينا ننفيها بالمطلق، ممكن تحدث. من 6 شباط لغاية الأمس أو اليوم حصلت 8800 هزة. صحيح. 8800 هزة. شيء طبيعي، تفريغ للطاقة وللجهد المتراكم بسبب تصادم الصفيحة الإفريقية والعربية والصفيحة إيران مع صفيحة الأناضول وصفيحة إيجا، موضوع عادي وطبيعي جدا. نحن ما بدنا ننشغل بموضوع التنبؤ. نحن بس هل متوقع هزات ارتدادية قوية أو زلزال جديد؟ الطاقة يعني هلا عم يحكوا عن زلزال جديد ممكن يكون في المنطقة، هل ممكن رح يكون في زلزال ولا لا؟ لأنه يعد زلزال 16 شباط هو الأعنف، يعني يقال أنه لا في السنوات القادمة. حتى زلزال 6 شباط بقدر زلزالي قدره 7.8، الطاقة المختزنة والجهد اللي كان متراكم قد تحرر. ما بنتوقع حصول زلزال كارثي مثل اللي حصل. صحيح. تمام. وحصلت مثل ما حكينا 8800 هزة، ما بدنا نسميها ارتدادية، هي زلازل أصغر لتفريغ الطاقة. لكن هل بمنطقتنا العربية أو بغيرها أنه وارد يصير زلزال؟ موضوع وارد، وخاصة بالصفيحة العربية هي جزء من الانهيار الإفريقي العظيم. صحيح. انفتاح البحر الأحمر، امتداده لمنظومة فوالق البحر الميت، صعودا الشمال لمصياف، سهل الغاب، فوالق ريشية باتجاه الشمال السوري باتجاه صدع الأناضول، وعلى اليمين وعلى اليسار جبال زاغروس ومنظومة الفوالق في بين الصفيحة العربية والصفيحة الفارسية، على اليسار القوس القبرصي. هذا موضوع طبيعي جدا، موضوع عادي، موضوع يعني الأرض مثل ما حكينا حية وتتنفس. الطاقة الكبيرة إذا بدنا نحكي إنه كشيء مدمر غير وارد، يعني حاليا الهزات المرصوده هي 8800 هزه هي 4 أو 5 درجات وما دون. الارض عم تحاول توصل لمرحله الاستقرار. صحيح. لكن وارد باحدى
حركات يعني تيارات الحملان الصاعده من الاسفل الى الاعلى وارد بمنطقتنا وبغير وباي منطقه بالعالم. بعد يمكن اجراءات الانسان ممكن يكون الى اثر يعني على الارض، يعني السدود مثلا، السدود عم نشوف مثلا السدود وسحب المياه من منطقه لاخرى بتاثر بطاقه الارض، بتاثر على المدى الطويل طبعا. مراكمه مليارات الامتار المكعبه من المياه على بقعه معينه عم ياثر على توازن الطبقات والتوازن الاستاتيكي للطبقات طبعا، له هو احد اسباب في نوع من انواع الزلازل الصنعيه، هي اسمها الزلازل المتحرضه. صحيح. اللي منها اسبابها ممكن يكون تفجير، إجراء اختبارات لبعض جيوش العالم، أو منا تخزين المياه خلف السدود، مليارات الأمتار المكعبة من المياه على بقعة صغيرة طبعاً عم يأثر طبعاً. تمام، خلينا نوضح أكثر شو هي أفضل مقاييس الزلزال من حيث الدقة. من حيث الدقة والمقياس المستخدم حالياً، هذا معلومة ممكن تفاجئ الجميع، هو مقياس العزم الزلزالي. لأن لو بنشوف أي موقع، شو بنقصد فيه؟ موقع متخصص الطاقة المتحرضة عن الزلزال عند بؤرته، العزم الزلزالي، الطاقة المتحررة عند البؤرة الزلزالية، هي مكان الزلزال يقابلها المركز السطحي أو المسقط السطحي على سطح الأرض. هو طبعا تطوير هيرو كاناموري، طبعا اسمه لا يذكر، اللي آخذ الساحة هو مقياس ريختر اللي حاليا ومن السبعينات لا يستخدم ابدا. مقياس ريختر طبعا اذا بدنا نبدا، هو مقياس ابتكره تشارلز فرانسيس ريختر 1935، ابتكره من اجل صخور كاليفورنيا واللي بتكون زلازل ضحله، فهو غير صالح لاماكن اخرى، تم تطويره لاحقا وبقي قاصر عن اعطاء قيمه صحيحه للقدور الزلزالية. تم فيما بعد جاء مقياس العزم الزلزالي MW أو ML اللي هو حاليا المستخدم. كل وسائل الإعلام وفي بعض الناس اللي بيتصدروا موضوع الجيولوجيا والكلام بالزلازل دائما خمس درجات على مقياس ريختر، ارتبط موضوع ريختر مع الزلازل رغم أنه تم إلغاؤه نهائي وغير معمول به أبدا. يحسب الطاقة المتحررة من الزلزال، تحسب بعدة معادلات. هذا اللي بيسألك عنه، يعني لما نحكي عن آلية قياس الزلزال وعم نحكي عن آلية حديثة لم يتم تسليط الضوء عنها، كيف يتم عملية قياس الزلزال من خلال العزم الزلزالي؟ مثل ما حكيت، قياس الطاقة المتحررة من الزلزال أو الحركة كيف؟ على يعني كيف يتم رصدهم؟ القياس عبارة عن محطة أو جهاز له حساسات طولي وعرضي وشاقولي، موصولة مع أجهزة للتسجيل تعطي تخطيط بياني. ريختر كان يعني لما نقول 7 على مقياس ريختر هو السعة العظمى ل أكبر موجة جاءت. العزم الزلزالي عبارة عن قياس للحركة اللي حصلت بالصدع، الطول والعرض ومقدار الحركة اللي تمت على الفالق والتي أدت لحصول الحركة. في عندنا مقاييس أخرى أدق، فينا نحكي على المقياس وكالة الأرصاد اليابانية، هو مقياس من 7 درجات، الواحدة منها هي شيندو، هو المقياس الأدق، يستخدم فقط في اليابان وتايوان، مرتبط هذا المقياس مع نظام إنذار مبكر خلال ثواني عبر الأجراس بالمنازل والبيوت والأبنية والمدارس، أجراس، صافرات إنذار، حاليا تطبيقات صافرات إنذار على مستوى البلد لأخذ الحيطة والحذر أنه بدأت الهزة. الزلزال ممكن تكون مدته بين 10-15 ثانية إلى 40، وتم رصد زلازل مدتها دقيقة ونص، ففي وقت كافي، ثواني وأجزاء ثانية ثمينة جدا، ممكن أنه الأشخاص المواطنين يتنبهوا. عم نحكي عن اليابان ومقياس لأنه إلى تاريخ طويل يعني، لكن مع الزلازل اللي هيك بتحس إنه مهيئين ودارسين، وحتى البيئة التحتية كلها مهيئة، بحس بأي لحظة عندهم مو كل اليابان المعايير. مو بس اليابان، هناك حزام النار يشمل دول كثيرة، من اليابان إلى ألاسكا إلى السواحل
أمريكا اللاتينية السواحل الغربية. نحن في سوريا وتركيا جزء من الحزام القلبي. مو بس اليابان معرضة للزلازل اليومية، نحن بمنطقة نطمن الناس وبنفس الوقت نحن بمنطقة معرضة والمصادر متعددة. مصادر نحن معرضين، أنا عم أقول قصدي هنا المهيئين، يعني نحن يمكن الزلزال الأخير حطنا قدام خيارات واسعة للمؤسسات المعنية تكون مهيئة أكثر. اليوم إن كان عم نحكي مخالفات بناء، عم نحكي عن آلية، لكل حدا في له معايير خاصة. صحيح. مهيئين لأنه تم التعويل على ثلاث أمور. وعي الناس كيف أتصرف خلال الزلزال، لما تسمع الإنذار لازم تستجيب، كيف تحمي نفسك، كيف تخرج إلى مكان مفتوح. تم إلزام شركات البناء والمقاولات بكودات معينة، مواصفات معينة يجب الالتزام فيها، ومحاسبة عدم الملتزم، لأنه أثبتت أنه في نسبة عالية من الشركات ومش ملتزمة، يعني نسب الإسمنت، نسب الحديد، الأوتاد، جدران القص، جعل القواعد أعرض من البناء. في كتير عوامل، تكامل عمل الجيولوجيين في اليابان أو بالدول المتطورة، تكامل دائم، تكامل عمل الجيولوجيين مع المهندس المدني الإنشائي. يعني كمان شفنا أستاذ طارق كثير من الناس يعني صار عندها في خوف من فصل الشتاء، يمكن رافق الزلزال اللي كان بست شباط كان في عواصف وأمطار كثير غزيرة، صارت الناس يمكن تربط الظروف المناخية بإمكانية حدوث الزلزال، شو العلاقة بيناتهم؟ هل فعلا ممكن يؤدي هذا الشيء له؟ ولا في أي علاقة، لأنه يمكن الهزة اللي صارت وقت الشتاء والثانية الارتدادية كمان لاحظنا أنه كان في عواصف ومطار. للأسف طبعا للأسف، يعني ترافقت منخفض جوي تماما، منخفض جوي قاسي مع الزلزال اللي حصل، بالإضافة لحملات ال السوشيال ميديا. السوشيال ميديا للأسف يعني بعض الناس حبوا يتصدوا لهالموضوع عن عدم خبرة، عن عدم معرفة. بيطلع الزلزال ما حدا بيمون عليه أبدا، لا حدا ولا أي أحد يستطيع ضمان انه يحصل او لا يحصل. يعني ما بنقدر نتنبأ بعد فتره مع تطور العلم، ممكن العلم لحد اليوم لم يتوصل لاي طريقه للتنبؤ بالزلزال حتى قبل دقيقه او واحده او قبل ثانيه واحده من حصول ابدا. لذلك المفروض نحن يعني هلا ما قادرين نتنبأ بالزلزال، ف ولا مؤشرات. سابقا حكينا عن عده مؤشرات ممكن كان في مؤشرات طبعا، يعني في بعض المؤشرات، غاز الرادون، غاز الرادون، تغير مستويات المياه الجوفيه، يعني ممكن تكون المؤشرات موجوده ما يحصل زلزال، وممكن حصول الزلزال بدون هاي المؤشرات. نعود لألف باء علم الزلازل، بالتعريف حركه مفاجئه. طيب تاثير طبيعه الارض اليوم قديش بتاثر على فينا نقول قوة الزلزال؟ يعني تختلف فينا نقول منطقتنا العربية أو المناطق ولا لا، ما لها علاقة؟ حسب يمكن نوع التربة، بنسمع إنه في كتير يمكن أبنية كانت جنب بعض، وحدة وقعت الثانية لا، شو هلا بخبرك عن هلا بخبرك عنها. هي منطقتنا العربية مهيئة مهيئة جدا، والمناطق الأخرى ليست يعني بمعزل عن الزلازل. المنطقة المخلعة تكتونيا الآن كانت سليمة سابقا، حتى قبل وجود البشرية كانت سليمة، ثم تخلعت تكتونيا وحصلت الصدوع وحصلت. نحن للأسف على منطقة نشطة، منطقة مخلعة من شدة وجود الصدوع والفوالق. نحن بنعرف صدوع اليمونة، صدع سرغايا، صدع الأناضول، في صدع بالرطبة شرق سوريا، في صدع عند جبال عبد العزيز وامتداده مع العراق سنجار عبد العزيز، في صدوع عميقة جدا وكبيرة طبعا بالأبحاث السايزمية للاستكشاف والتنقيب عن البترول تظهر، يعني بتظهر كلياتها من يعني من اجراء افعال الانسان، اذا بنقول اجراءات اللي يقوم فيها. لا لا لا, لا 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 لا، هي من منطقتنا كانت قعر لمحيط التيتس العظيم اللي بقايا حاليا، عمليات تنقيب او عمليات استكشاف. لا لا، عمليات التنقيب ما ادت لهي الصدوع. لا لا ابدا، خلال عمليات الاستكشاف السايزمي تم استكشاف كشف صدوع جديده نحن ما بنعرفها، وصدوع كبيره وفي اعمق وفي اكثر، في عده عوامل. التربه بتلعب دور، يعني شفنا باحد التقارير اول ما حدث الزلزال قريه، يعني فينا نقول بخط تماس مع غازي عنتاب التركيه،
ما شفنا بيت واحد نزل فيها. كان عم يحكوا عن رئيس بلديتها انه هي تلتزم بالمعايير البناء الصحيحه والتربه بتلعب دور. تمام. فقديش هي المعلومه صحيحه؟ في من شوي حكيت انه يجب تكامل عمل الجيولوجي مع المهندس المدني الانشائي حصرا. في عندنا نوع من التراب والصخور عند حصول اهتزاز او حركه تسلك سلوك سائل. يمكن عم يهتموا اكثر هلا بالموضوع، عم يصير في احصائيات او دراسات عن ظاهره اسمها تميع التربه عند وصول اشارات او موجات تسلك سلوك سائل، فالابنيه ما بتتدمر، الابنيه ممكن انه تقلب مثل ما هو من الاساس يقلب هيك. الارض اللي عم تحكي عنها ممكن تكون ارض صلبه مرت فيها، يعني الصخور اللي تحت هاي القريه الصخور عملت عمل ناقل، مجرد ناقل للحركة، وبالإضافة للبناء حسب الكودات والمعايير والمقاييس العالمية المواصفات المطلوبة بحيث أنه تقاوم الزلازل. تمام. خلينا نروح شوي لموضوع التوعية اليوم بحدوث الزلزال، كيف ممكن نتصرف، كيف نحن قادرين أنه نقلل الخسائر، نطلع بأقل عدد من الضحايا؟ الفترة اللي مرت من الاستقرار انه ما حصل الزلزال، الناس فكرت انه نحن مو زي مو مثل اليابان. بصراحه فينا نقول ما كان عندنا وعي، ما كان عندنا استعداد. تمام. او تهيئه للموضوع. تمام. يعني نحن هلا بهي الفتره عم نحاول نضوي على هي المواضيع اكثر، ممكن ما تكون صايره كمان في كثير امور مثل البراكين او هي الامور ما تكون صايره، بس قد ايه مهم نحن اليوم نهيئ الناس عن هذا الموضوع، نعطيهم يعني خبره او مجال عن هذا الموضوع. نحن خلال دراستنا ومراكز الرصد الزلزالي بسوريا وغير سوريا نعلم طبيعة المنطقة، لكن بعد زلزال 6 شباط أصبح شأن عام، أصبح شأن عام، والناس صار عندها معلومات، صارت تعرف صدع شرق الأناضول، اليمونة، السلسلة التدمرية قد تكون أحد مصادر، نأمل أن لا يحصل شيء، لكن المصادر متعددة. التعويل على وعي الناس، الخسائر والضحايا تحصل بعد حصول الزلزال أكثر من خلال الهزة. حالة الارتباك والفوضى التي تحصل بعد الزلزال هي اللي بتزيد عدد الضحايا. بالتوعية ممكن يكون بالوعي، ممكن أن نجعل الخسائر المادية والبشرية صفر. الوعي، تحمي نفسك، تحمي رأسك خلال الهزة، ما في داعي للتصوير الأغراض ووضعها على الحالة، بتغادر المنزل إلى مكان مفتوح، وعدم البقاء مدة طويلة على السلالم يجب، يعني هي ثواني وأجزاء ثانية من حلاوة الروح الواحد المفروض يغادر فورا. حماية الرأس، حماية الأطفال، الأغراض الثمينة تكون جاهزة، ما يعني ما في داعي يكون في تريات وأمور معلقة، ممكن بهزة بسيطة ممكن ما يكون زلزال أنه تسقط علينا وتكون سبب خطر. التوعية في حال الشركات والأشخاص حبوا يبنوا، أطلب من المهندس الإنشائي بناء يقاوم الزلازل، والمهندس الإنشائي يجب أن يكون على دراية بالمنطقة محلياً لوكال والجيولوجيا الإقليمية للمنطقة. صحيح. أكيد. بالختام بدنا نشكرك الجيوفيزيائي الأستاذ طارق خالد المعيوف على كل المعلومات اللي حكينا عنها. شكراً كثير لك. شكراً كثير لك. نورت صباحنا.